المدرب. انا احمل المدرب نسبه كبيره، لكن يجب ان ما نغفل الجانب اللاعبين ولا نغفل الجانب الاداري. هناك مسببه، يعني لما الفريق، احد الاسباب اللي لما تشاهد فريق يطلع بسيارات كل ثلاثه او كل اربعه اشخاص بسيارات مشوار تقريبا حوالي 200 كيلو، اعتقد ان هذه خلل في المدرب نفسه وفي الاداره اللي سمحت بان اللاعبين يغادرون بسيارات كل الاربع اشخاص بسياره مستقله. لا 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 ما في، اعتقد هذا خلل. لا ابو محمد، ما احترم، ما احترامي وتقديري لرايك، بالعكس. النصر ما هي اول مباراه يروح في المجمعه في هذه الطريقه. في نهايه الامر هي سيارات تابعه لشركه نقل، والقصد من هذا الموضوع لانه لما انت شفت السفر من الرياض، بس اعطيك المعلومه ابو محمد، ان السفر من الرياض الى المجمعه مسافه ساعه ونص بالسيارات العاديه، فبالتالي توفير سبل الراحه والوصول بسرعه كان هذا الهدف الذي ينشد من هذه الحركه. بالتالي في نهايه الامر ابو لما اعتقد ان السرعه عندنا محدده. ابو لما اعتقد ان السرعه محدده واضحه بالنسبه في الطرق. صحيح. خليني اكمل لك، الله يخليك، خليني اكمل لك. احنا الفريق لما لو شفته في مباراه الفيحاء، اعتقد جل الفريق كان فاقد للتركيز، ما كان في جو المباراه. هذا يعطيك مؤشر، الفريق لما يروح مع مجموعه واحده داخلين جو المباراه من وقت تحركهم، يكون مصاحب مع الجهاز الفني وناس من الاداريين يكونون في نفس الباص، اعتقد هذه احد الاسباب اللي ممكن انك تساعدك ان الفريق يدخل جو المباراه. هذه احد الاسباب اللي احنا شفنا نادي النصر، لعيبه النصر في الملعب اغلبهم ان لم يكن الفريق كله. اكبر دليل يمكن عبد الرحمن غريب اضاع اكثر من فرصه لسوء التركيز، ما كان مركز، بعض اللعيبه ما في كاداء ما كان أبو محمد مركز. لا 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 تفضل ابو، لا أبو محمد، هذا راي هذا هذا انتصار لراي انتصار محاوله انتصار لرايك باي شكل. عبد الرحمن غريب اجيب لك خمس ست مباريات فرصه اسهل منها اللي ضيعها اضاعها بنفس الطريقه، فما هو يعمل. لكن السرعات محدده، ايضا السرعات محدده، لكن وصول الباص ما هو مثل وصول السيارات السريعه الصغيره. لا انت تعرف بالوصول. انت تعرف مسافه التنظيم الفرق ساعه ابو لما، انت تعرف التنظيم العالي اللي جالس يقام فيه بالدوري المحترفين. عندنا دوري روشن، اعتقد سيارات من الامن العام الدوريه تصاحب الباص من تحركه من السكن حتى يوصل الى ملعب المباراه. هذه ما فيها جدال، وانا اخوك، انا مؤمن انه دائما وابدا الفريق يكون مع بعض يفرق. واضح. اذا في، انا اعرف بعض الانديه، اي على السريع، اعرف بعض الانديه وبعض الرؤساء في فتره واحده شتويه اقالوا 11 لاعب، ما خلوا فيه تجانس اساسا. فعاد ابو محمد 17 مش 11. هذا صحح لك. صلاح النبي، صلاح النبي. خلينا نشوف. وانت تبغاه يتجانسون بسفره اذا شتويه 17 لاعب. يا ابو محمد شوف، انا ما انتقدك، رايك كنت حر، بس في نهايه الامر صاحب القرار هو اقرب للمنظومه. ابو لما انا معك، انا احترم اي قرار، لكن انا اتكلم لك عن جزئيه مباراه، ما اتكلم لك عن قرارات في موسم. اسمح لي. فترة واحدة.